الا شديتي البكالوريا هذا العام ومازال ما اختاريتيش شناهي المدرسه اللي غتقرا فيها العام الجاي، هذا الفيديو هذا ليك. كاين بزاف ديال الشباب اللي شدوا البكالوريا ولكن ماشي بالنقطه اللي كانوا كيتوقعوا، اذا داك لي بلان اللي كانوا راسمين قبل ما نجحوش ليهم وبداو تيفكروا شنو هو لو بلان بي اللي يقدروا يديروه. كيف ما كاينين شباب اخرين اللي ما كانوش معولين انهم يشدوا البكالوريا والمفاجاه كانت زوينه وشدوا البكالوريا ودابا تيسولوا شنو نقدر ندير العام الجاي باش نضمن المستقبل ديالي. والنوع الثالث هو اللي كيتسنى حتى يشد البكالوريا عاد يبدا يفكر شنو يدير، والعطله هذه الصيفيه وفي اقرب وقت خصو يتخذ قرار باش ما يضيعش له العام الدراسي والاختيار ديالو ما يكونش اختيار اللي يقدر يندم عليه من بعد. لهذا جيت اليوم باش نتقاسم معكم واحد مجموعه ديال الافكار الاساسيه، خذوهم بعين الاعتبار وانتم كتختاروا شنو غديروا العام الجاي. والفكره رقم واحد هي عكس شحال هذه الا خديتي شي مسار دراسي ما تقدرش دير مارش اريير وترجع للور وتمشي دير حاجه اخرى، ما تقدرش تغير المسار من حاجه لحاجه حيت الطرقان كانت كتدي ما كتجيبش. ودابا كاين اختيارات جديده، كاينه لا نوسيون دو باسخيل اللي تقدر دير بها عامين في واحد المدرسه وتمشي تكمل في مدرسه اخرى، اللي ممكن تبدا في لافاك وتكمل في لوين سي جي، اللي ممكن تبدا في ليستيا وتكمل في لافاك. دونك طرق كثيره ومتعدده باش توصل لنفس الهدف اللي هو نفس المدرسه ولا نفس التخصص ولا نفس المهنه اللي بغيتي تقراها. الفكره الثانيه هو ان ماشي الدبلوم ديالك اللي غادي يخدمك في سوق الشغل، اللي غيخدمك اكثر هما المعارف، المعلومات، الكفاءات والشخصيه ديالك اللي غادي تكتسبهم في هذا المسار الدراسي. يعني كساسوا قريتي في لافاك ولا في مدرسه عليا ولا في ليستيا ولا في ايكول بريفي، كل شيء بحال بحال. المهم هو ان فاش تقرا واحد التخصص قراه مزيان ودير دي ستاج بزاف ودخل دي كلوب دي تيديون ودخل الجمعيات باش ديفلوبي دي كومبيتونس، باش نهار غتوقف قدام ان ريكروتور تبان له انت هو لو بروفيل كومبلي اللي تيقلب عليه. الا كنتي باغي دير واحد المدرسه ومصمم انك ديرها في الدوله وما تيسرات ليكش، في كل مدرسه ديال الدوله كاين ليكيفالون ديالها في البريفي. دونك الا توفرت لك الظروف وقدرتي تقرا في مدارس خاصه سير قرا فيهم، فداكشي اللي كيتقرا هنا تيتقرا هنا وما بقاش الفرق ما بين البوبليك والبريفي، لدرجه ان شي تلاميذ واباء تيديروا بلون ا هو ليكول بريفي، حيت كاين بزاف ديال ليزيكول بريفي اللي طوروا المستوى ديالهم وقربوا من لونتربريز باش يقلبوا على شنو تيطلب سوق الشغل باش يقريوك داكشي اللي غادي تحتاج بطرق اللي هي حديثه. دونك المهم هو كما قلت لكم قبل تقرا داكشي اللي غتخصص فيه مزيان وتعلم ليه براتيكمون اترافيغ لي ستاج، وتكون انت داك لو بروفيل اللي كيقلبوا عليه الشركات. وباش نكونوا عمليين غنعطيكم طريقه بسيطه تقدروا تطبقوها باش تاخذوا القرار المناسب ديال المدرسه اللي تقدروا تقراو فيها. الا كنتي دوزتي لي كونكور ولا غدوز لي كونكور، دوز جميع لي كونكور بوسيبل باش يتحطوا قدامك بزاف ديال لي شوا باش انت اللي غتختار المدرسه ماشي المدرسه اللي غادي تختارك. ما تقولش انني بغيت غير هاد المدرسه حيت ممكن هذيك المدرسه اللي بغيتي ما تقبلكش اولا في لو كونكور ما تدوش. دونك ما تغامرش، حط قدامك جميع الاختيارات وخلي في الاخر انت اللي غتختار. الا نجحتي في جوج ثلاثه تاخذ القرار انت الاخير، ما تخليش راسك قدام الحل الوحيد اللي ممكن تسد في طريقك وتلقى راسك انك غادي تدوز اني بلونش ولا غتقرا في شي بلاصه اللي ما كنتيش كاع تتوقع انك تقرا فيها. الا عندك واحد التخصص جوج ثلاثه حتى الخمسه التخصصات اللي معمرين لك راسك وتتقول انا باغي ندير واحد في هادو، حطهم قدامك ودير واحد الجدول فيه خمسه ديال الخانات، وكل وحده سير قلب على لي سيت انترنيت ديال المدارس اللي تيقريو هاد الشهاده كتسوى ديال الدوله اولا ديال البريفي، وحاول انك تدخل هاد لي سيت انترنيت وتقلب على المعلومات على التخصص، المعلومات على المواد اللي غتقرا، المعلومات على الافاق ديال كل تخصص، وبالنسبه ليزيكول بريفي معلومات على الثمن باش تعرف واش في استطاعتك انك تخلص هذاك الثمن او لا. فاش تسالي هذا البنشمارك كامل ديك الساعه غادي يكونوا لي دوني محطوطين قدامك. حاول انك في كل تخصص تقلب على شي واحد تعرف شي واحد اللي فايت له قاري داك التخصص او لا خدام فيه باش يعطيك النظره ديال من بعد، حيت النظره ديال واحد تيقرا ماشي هو النظره ديال واحد سال القرايه ومشى تخدم في واحد الدومين، باش تاخذ الواقع ديال داك التخصص في سوق الشغل وتعرف من هنايا 3 سنين ولا 5 سنين فاش غتسالي لا فورماسيون واش غيكون داك الدومين باقي ولا لا، واش غيكون داك الدومين مازال تيخدم او لا، واش فيه افاق اخرى، وشنو هما لي دومين باراليل اللي تقدر تخدم فيهم بنفس الدبلوم. دونك خلاصه هذا الفيديو هذا، قريتي في البيبليك او لا في البريفي، في لافاك، في ليستيا او لا في ايكول سوبيريور، المهم هو انك مازال عندك حدود انك دير دي باسخيل من مدرسه اخرى، انك تخدم من بعد ودير دي فورماسيون في الويكاند او لا سوغ انترنيت، لان سوق الشغل اليوم تيامن بلا فورماسيون كونتينيو، انك تبدا صغير في واحد التخصص
ماشي مشكل، ولكن المشكل هو انك تحبس من التعلم وتستغني في واحد البلاصه وتقول انني ساليت القرايه. عفاكم ديروا هذه الخدمه هذه اللي غتطلب منكم اسبوع ولا اسبوعين ديال البحث، لان هذا قرار مصيري في الحياه ديالكم، ما يمكنش تاخذوه بحال هكا، خصكم تعطيوه الوقت الكافي ديالو. وإلى عندكم أسئلة أخرى طرحوهم علينا في الكومنتير، اجمع في غير بليزير أنني نجاوب على الأسئلة ديالكم، أنني نعاونكم أنكم تاخذوا القرار الصائب. نتلاقاو في فيديو واحد آخر، السلام عليكم.